نبدأ نهارنا العالمي من آسيا، واللي توج منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي بطلا لهذه البطولة بعد فوزه أمس على نظيره المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 في نهائي كأس أمم آسيا اللي احتضنه دولة قطر في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، وعلى ملعب استاد لوسيل تكفل يعني أكرم عفيف نجم العنابي والبطولة بشكل عام بإحراز أهداف المنتخب القطري الثلاثة من 3 ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و95، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 67. بالهاتريك اللي أحرزه أصبح أكرم عفيف أحسن هداف في المباريات النهائية لكأس آسيا برصيد 4 أهداف، لأنه سجل هدف في نهائي كأس آسيا في 2019 في شباك اليابان، كما توج عفيف بذلك بلقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف. أكيد بنبارك وبنهنئ كل الشعب القطري على فوزه بهذه البطولة. نروح لأسبانيا، وصحق بقى ريال مدريد ضيفه جيرونا ب4 أهداف دون رد في المباراة اللي جمعتهم امبارح في قمة لقاءات الجولة ال24 من الليجا الإسبانية. المباراة كانت مهمة جدا للريال، خصوصا انه جيرونا هو المنافس الاول لريال مدريد على لقب الليجا في هذا الموسم، وسجل اهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6، وايضا نجم بقى ريال مدريد والمتألق هذا الموسم جود بلينجهام هدفين في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو في الدقيقة 61. الصراحة ريال مدريد قدم ماتش كبير وعمل مستوى اكثر من رائع، رغم ان جيرونا السنة دي يعني بصراحة بيقدم عروض قوية، لكن ريال مدريد بقى هو ريال مدريد. الهدف اللي سجله بصراحة بشكل مبكر عن طريق فينيسيوس جونيور سهل الماتش بصراحة بشكل كبير على الريال، وايضا يعني عزز ريال مدريد بقى صدارته لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية بعد ما رفع رصيده للنقطة 61 عشان يوسع الفارق مع غريمه هذا الموسم وملاحقه فريق جيرونا الى 5 نقاط، بعدما توقف رصيد جيرونا ايضا عند 56 نقطة في المركز الثاني، عشان يبقى الريال هو المرشح الاول للقب الدوري الاسباني هذا الموسم. اهداف عالمية بصراحة كانت في مباراة بايرن ليفركوزن وبايرن ميونخ. من قمة بقى اسبانيا والمانيا نروح لقمة تانية في ايطاليا، وعزز فريق انتر ميلان صدارته للدوري الايطالي بفوز كبير على مضيفه روما بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين في اطار الجولة ال24 من الكالتشيو الايطالي. افتتح فرانشيسكو تشيريبي التسجيل للانتر في الدقيقة 17، وادرك جيانلوكا مانشيني هدف التعادل في الدقيقة 28، بعد كده سجل ستيفان الشعراوي هدف التقدم لروما في الدقيقة 44 عشان ينتهي الشوط الأول 2-1 لروما. مع بداية الشوط الثاني ماركوس ترام أدرك هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 49، وبعد كده تقدم إنتر ميلان في الدقيقة 56 بعد يعني ما أخطأ خوسيه تاسيندي مدافع روما في تشتيت الكرة وسجلها في مرماه قبل ما يعزز أليساندرو باستوني النتيجة وبيسجل الهدف الرابع للإنتر في الدقيقة 93 من يعني أحداث الشوط الثاني. وبالفوز ده إنتر ميلان بيواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي وحقق الفوز الخامس على التوالي عشان يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي عن أقرب منافسيه، ورفع فوز الإنتر رصيده إلى 60 نقطة معززا من صدارته للدوري بفارق 7 نقط عن اليوفي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد روما عند 38 نقطة في المركز الخامس في الكالتشيو الإيطالي.